مجلس شتري في ليتوان قال لي ليتوان يفوز الشامبيونات مع دورتموند امبارح فما محب الترجي قال الترجي يفوز الشامبيونات مع سي نبيل ومارشون شنو تعليقك على الكلام هذا؟ ولا يا محل السؤال ما كنتش متوقع جمله هذه قدرتني انت بالسؤال هو بالطرفه هو يعني فيه شويه مسحب وفي حتى ساعات ما جيت قال بالطرفه انت شنو تعليقك على الكلام هذا؟ والله شو نقول لك بالطرفه ظهرلي ان شاء الله نهزوها معناتها نحن بيان سور نيمار كيف وقدر معناتها نتاع الترجي اللي نلعبوا على التتويجات هذيك هو فريق كبير معناتها دونك نهزوها بالمشي بالجري باللي يحبهم ان شاء الله معناتها نكونوا في اخر معناتها السيزون متوجين هذاك لو بلوز امبورتون معناتها فهمت على ذكر يقول لي سي نبيل في الكونفرنس جاوبني قال لي لا ليسبيرونس السنه باش تهزها اون كورون معناتها ان شاء الله ان شاء الله بالنسبه لنحن معناتها كما قلت لك ان شاء الله نهزوها كما قلت لك اون كورون ولا حتى اون مارشون بالنسبه لنحن الاوبجيكتيف نتاعنا كما قلت لك معناتها هما اللي تيتر نهزوا الشامبيونات وهذيك هي معناتها قدر فريق كبير كما الترجي كما قلت لك وسيرتو زاد عندنا اوبجيكتيف اللي هو كبير برشا اللي هو الشامبيونز ليغ ان شاء الله نواصلوا فيه معناتها كوم يفو ونعملوا فيه باركور معناتها ممتاز ان شاء الله نجمو نقولوا مباراه غدوه ضد بيجا مباراه مصيريه بالكلمه هذه بالذات لا مش مصيريه هذا اللي مازالت مباريات في الشامبيونات ومازال شامبيونات طويل ما يلزم واحد معناتها يفو معناتها سافور نيغوسيي لي ماتش لي في بلادك عملنا معناتها فوبا مع قفصة اللي خلاتنا نخسروا زوج نقاط زوج نقاط مهمين برشا خسرناهم في بلادنا ما يلزمش تتعاود الحكاية هذيا خاطر باش كيما قلت انت باش تلعب على تتويج ما يلزمكش تخسر نقاط في بلادك دونك ماتش بيجا ماتش مهم معناتها مش مصيري لكن ماتش مهم وما عندناش الحق باش نعمل فيه معناتها فوبا يلزمنا ننتصروا ناخذ ثلاث نقاط نتاعنا وبالماتش هذا ان شاء الله نحلوا به معناتها الأربعة ولا الخمسة ماتشات اللي جايين معناتها في جمعتين اللي هما صعاب نربحوا ماتشونا باش كيما نقولوا نحن معناتها الماتش يجي بالماتش معناتها بلغة الكرة معناتها الربح هو اللي يجيب الربح دونك أول ماتش هو مع بيجا إن شاء الله ننتصروا فيه باش نسهلوا الماتشات اللي جايين إن شاء الله. الماتشات اللي جايين كما تحدثت عليهم أنت يعني يظل البطولة توا لازم تكون حصلت بين الترجي وليتوان شنو هو أكثر حاجة تلعب دورها اسكو اللاعبين المدرب ولا البوم طالع والله أكثر حاجة تلعب دورها هي معناتها كيما هو معناتها الملاعبية معناتها مع بيان سور مع ستاف تكنيك نكونوا حاضرين مركزين في مخاخنا مثل هي وكيما نقولوا نحن برواحنا نحن قبل كل شيء معناتها إذا نحن نفوز بمبارياتنا هذي نسهلوا على رواحنا كل شيء دونك إن شاء الله نحن كيما قلت لك بليز امبورتون نكونوا حاضرين في مخاخنا ونكونوا مركزين ومعناتها ونيغوسي معناتها الماتش نتاعنا بسيريو كبير معناتها وإن شاء الله معناتها حاب نقول كلمة على الجمهور إن شاء الله غياب الجمهور ما يأثرش مع التعريف نتاع المباريات خاطر ما تعرف الشامبيونات من غير جمهور ولا ماتش تلعبوا في بلادك ولا حتى خارج من بلادك من غير جمهور ما فيش الجول معناتها ما فيش ما تلقاش لونفي الكبير ما تلقاش فيه أون جو معناتها كبير ونديري معناتها ماتش أميكال إن شاء الله معناتها من هنا لقدام شوية إن شاء الله الجماهير معناتها تتعقل وترجع معناتها البطولة بالجميع بالجمهور هذا يشوفوا الواحد إن شاء الله. ميرسي.